مرحبا، أنا اسمي موزون، أنا عايشة مخيم الزعتري. حاب إني أساوي تقرير عن الأطفال اللي عايشين معي مخيم الزعتري، لأني حاب إني أكون صحفية. وشكرا. شو هي آخر مرة أنت بكيتي فيها؟ على أخوي مصطفى الله يرحمه، من شو شهرين؟ أول ما طلعنا من سوريا، من شي يعني سنة. أول ما طلعت من سوريا توفت جدتي. الله يرحمها. أميت آخر مرة أنت ابتسمتي فيها؟ امبارح، لا اليوم عفوا، يعني بهالأيام. هو كنا نلعب أنا ورفقاتي، إجا واحد من رفقاتي زحلق بوقع، قعدنا نضحك عليه. اليوم حتى نرجع سوريا إن شاء الله نبتسم إن شاء الله. أنت شو حابة تصيري بالمستقبل؟ محامية، مهندس، صحفية، دكتور. وصيب دكتور. شكرا. عفوا.